يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، كما يتكون الأصقية على المزروعات بمناطق من وسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.